قبل بقى يعني ما نختم بقى هذا الجزء من البرنامج، عشان النهارده كمان عندنا فقره فنيه مهمه جدا كعاده التاسعه يوم الخميس، لكن عايزه اشارككم بحاجه تفرح القلب. اي حاجه تخص الطلبه في مصر بالنسبه لي انا شخصيا مبهجه، حاجه فيها قدر من الفخر والانبساط، لانه هي ضد على طول الخط، هي ضد المعتقد السائد بانه جيل اليومين دول، عارفين في جملة كده بايخة دايما منتشرة يقول لك هو جيل اليومين دول ده ما بيعرفش يعمل حاجة، جيل اليومين دول احنا خايفين عليهم، نخاف عليهم وكل حاجة، لكن جيل اليومين دول شاطر، وجيل اليومين دول مبهر، وجيل اليومين دول حتى حسوا الفني حلو. ما ينفعش نعمم عليهم أو نوصمهم بكل ما هو سلبي وننسى إن هم بيعملوا حاجات حلوة وجميلة وعظيمة ومتقدمة وناجحة، زي الخمس طلاب من قسم هندسة الإلكترونيات اللي هنشارككم بقصتهم، اللي فازوا بمسابقة تصميم الرعاية الصحية، فازوا بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة جون هوبكنز لعام 2022، والمسابقة كانت في مسار الصحة الرقمية. التصميم هو جهاز جلوكو كليب، جلوكو كليب مفروض انه بيقيس مستوى الجلوكوز في الدم. اي حد فينا هيقرا العنوان ده هيقول طب ما في اجهزه كتير بتقيس مستوى الجلوكوز في الدم، عشان كده احنا محتاجين نسال مها شطا، احدى طلاب قسم هندسه الالكترونيات بالجامعه الامريكيه واحدى اعضاء الفريق الفائز. مها مساء الخير، مبروك الجائزه اولا. مساء النور، مبروك الجائزه. الله يخليكي، الله يبارك فيكي، ميرسي. اشرحي لنا جلوكو كليب اسمه؟ بالظبط، اسم الجهاز. بيعمل ايه او طريقه عمله يعني؟ اوكي، هو احنا عملنا جهاز بيقيس السكر من غير دم خالص، يعني هو بيعتمد على الاشعه تحت الحمراء، بيبقى فيه زي سنسورز محطوطه كده ان هي بتستقبل. هو شبه الاوكسيميتر، يعني شبه الجهاز، شبه الاوكسيميتر بالظبط، اللي هو بيقيس النبضات بالظبط. فاحنا كنا عاملين ان هو يبقى سهل للناس المريضه بالسكر ان هي تقدر تستخدمه عشان يقدروا يقيسوا كذا مره في اليوم. وايه الشطاره دي؟ الحمد لله قدمنا. استني بقى قدمته ده، انت قدمته حاجه جامده. سؤال، مدى دقته مقارنه بتحليل الدم قد ايه؟ كام في الميه؟ هو احنا لحد دلوقتي واصلين ل 83%، بس احنا لسه يعني طبعا مكتبنا كمان في المسابقه ده مشجعنا اكتر، احنا نحاول يعني تحسنوا النتائج. 83 في 95 طبعا، 83% في التجربه دي تبقى حاجه عظيمه قوي. بالظبط، هو احنا ده لسه بروف اوف كونسبت، يعني احنا لسه اول حاجه طلعناها، فكانت حاجه بالنسبه لنا مبشره جدا اكيد ان احنا نكمل في حاجه في الطريق ده، بس الحمد لله. لا قوليلي، قوليلي حيثيات اختيار المشروع بتاعكم. اللي انا فاهماه انه جون هوبكنز واحده طبعا من اهم الجامعات، بس قوليلي كمان تفاصيل المسابقه وكم جامعه مثلا كانوا مقدمين فيها. هو احنا في الاول قدمنا، هم احنا كنا مقدمين من احنا الاول كان فيه مع مرحلتين. اول مرحله زي اول تصفيات مبدئيه كان بتتقدم فيها 120 بحث، فالحمد لله كنا عدينا المرحله دي. بعدها كنا بننافس، هو كان فيه ثلاث مجالات، احنا في المجال بتاعنا كنا بننافس ست فرق تانيين، وكلهم من جامعات عالية جدا، يعني جامعة جونز هوبكنز نفسها كانت داخلة المسابقة، جامعة براون، رايس، كلها أسامي جامعات كبيرة قوي في أمريكا. والحمد لله يعني احنا كنا الفريق المصري الوحيد اللي مشارك، الحمد لله قدرنا نكسب المركز الأول. وصلتوا للبروف اوف كونسبت أو للجهاز الأولي اللي انتوا قدمتوه في المسابقة خلال وقت قد إيه؟ يعني خد منكم وقت ريسيرش قد إيه؟ فاليديشن قد إيه؟ تحقق يعني من إنه الجهاز أصلا بيشتغل مظبوط ولا لأ قد إيه؟ هو احنا ده كان مشروع التخرج بتاعنا، فاحنا اشتغلنا فيه سنه، سنه كامله يعني 2021 كلها. بس هو احنا الخطوه اللي كنا جاي. عملنا الخطوه اللي جايه، احنا ان شاء الله شغالين عليه دلوقتي ان هو نحسن في الدقه بتاعته، ودي اهم حاجه عايزين نعملها، عشان اكيد احنا الغرض من المشروع كله ان هو ينزل السوق ويساعد الناس وعلى الاقل يحسن حياتهم شويه. وان شاء الله ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان هو اول ما
الثقة بتاعته تعلى هنحاول بقى نقدم ان هو نمشي في خطوات ان هو ينزل السوق الناس تقدر تشتري. او شراكات بقى او شركات تتبنى المشروع. يلا عندكم مشوار طويل. يا رب ان شاء الله. ربنا معاكم، ربنا معاكم، ومبروك، الف مبروك مها شطا، واحده من جدا الله يبارك فيكي. احنا مبسوطين وفخورين يا مها، واحده من طلاب قسم هندسه الالكترونيات بالجامعه الامريكيه.